مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نور سات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يؤكد أن كرامة الإنسان غير قابلة للمساومة. بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تصدر بياناً حول مأساة بيروت. قداديس إلهية في الكنائس الأردنية على نية لبنان. الجالية اللبنانية تثمن للأردن وقوفه إلى جانب لبنان في محنته. وفيها أيضاً من عمان سلام لبيروت كانت مدار حلقة من برنامج عين على المشرق. أهلاً بكم. في إطار تعليمه بموضوع شفاء العالم، أكد قداسة البابا فرانسيس في حديثه إلى المؤمنين الناطقين باللغة العربية والمتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت أن كرامة الإنسان غير قابلة للمساومة، لأنها من الله ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها، مبيناً قداسته أن وباء كورونا ليس المرض الوحيد الذي يجب مكافحته، فهناك أمراض كثيرة منتشرة في مجتمعاتنا، وأضاف: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين وللمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في الإيمان والكرامة الإنسانية في إطار تعليمه في موضوع شفاء العالم. قال قداسته: إن فيروس الكورونا ليس المرض الوحيد الذي يجب مكافحته، فهنالك أيضاً أمراض كثيرة منتشرة في مجتمعاتنا، منها النظر إلى أخينا أو أختنا وكأنه شيء نستغله لمصلحتنا وليس كإنسان له كرامته وشخصيته المستقلة، لكن الله ينظر إلى الإنسان بطريقة أخرى، فهو خلقه على صورته ومثاله قادرا على الحب مثله، وهكذا منحه كرامة فريدة ودعاه إلى العيش في شراكة مع إخوته الناس ومع الخليقة كلها ومعه تعالى. وأكد قداسته أن هذه الكرامة غير قابلة للمساومة لأنها من الله ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها، وهذا هو أساس الحياة الاجتماعية والمبادئ التي تحكم هذه الحياة وكل العلاقات بين الناس. ليس أحد غريباً، لأن كل إنسان هو صورة الله وهو أخ وأخت لنا، ومن ثم واجب العطف والرحمة والاحترام المتبادل. المهم أن يشفى كل واحد منا من انفراديته ويوظف كل ما وهبه إياه الله ليسهم في شفاء البشرية من مآسيها الكثيرة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La Bibbia ci insegna che ogni essere umano è stato creato per amore, fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Questa affermazione ci mostra l'immensa dignità di ogni persona, che non è soltanto qualcosa ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di donarsi liberamente e di entrare in comunione con gli altri. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية. يعلم الكتاب المقدس أن كل إنسان قد خلق عن محبة وعلى صورة الله ومثاله، ويؤكد هذا التعليم
على الكرامة العظيمة لكل إنسان، والذي هو ليس مجرد شيء وإنما كائن بشري، هو قادر على معرفة نفسه وعلى امتلاكها وبذل ذاته بمجانية والدخول في شراكة مع الآخرين. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. بعد استكمال تجهيزاته بتوجيهات ملكية سامية، باشر المستشفى الميداني الأردني أعماله في العاصمة اللبنانية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجرح الانفجار الذي وقع مؤخرا في مرفأ بيروت، وقد تم تحديد موقعه في منطقة تل زعتر القريبة من مقر وزارة الدفاع اللبنانية، حيث يتضمن المستشفى الذي يشرف عليه 99 طبيباً ومسعفاً، 48 سريراً وغرفتين لإجراء العمليات الصغرى والكبرى، وعيادات خارجية وطوارئ ومختبر وأشعة وتعقيم، وقسم عناية حثيثة، وأقسام للرجال والنساء. على صعيد متصل، ثمنت الجالية اللبنانية في عمان وقوف المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الشعب اللبناني ومساعدته على التخفيف من آثار الانفجار وإعادة الاستقرار والبناء إلى ربوع بلادهم. وقال رئيس الجالية فؤاد أبو حمدان في بيان صحفي إن ما قدمه الأردن قيادة وشعبا وحكومة أثلج صدور اللبنانيين، حيث يعد المستشفى لبنة جديدة تضاف إلى سجل المواقف الأردنية المشرفة تجاه لبنان. يتقدم صاحب الغبطة كيريوس كيريوس تيوفلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن باسمه واسم المجمع المقدس وأخوية القبر المقدس وسائر الآباء والكهنة وعموم أبناء الكنيسة الأرثوذكسية بالتعازي الحارة لصاحب الغبطة كيريوس كيريوس يوحنا العاشر يازجي بطريركي أنطاكيا وسائر المشرق، ومن خلاله إلى الشعب اللبناني الشقيق وقيادته بالمصاب الأليم على أثر الانفجار المروع الذي طال مرفأ بيروت وخلف دمارا شاملا وشهداء ومصابين ومفقودين ومشردين، متضرعين إلى المخلص معطي الحياة أن يرحم الراقدين على رجاء القيامة وأن يشفي الجرحى ويعضد المنكوبين ويعزي المحزونين. ونناشد دول العالم أجمع وكل سخي وصاحب ضمير إنساني دعم لبنان والتبرع له، داعين للشهداء بالرحمة والشفاء العاجل للمصابين. وبهذه المناسبة الأليمة أقيمت قداديس إلهية في عدد من كنائس العاصمة الأردنية عمان، تلاها يوم صوم وصلاة وتوبة على نية لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع مؤخرا في مرفأ بيروت. وقد وجه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيسيا باتسبالا رسالة إلى الأساقفة والكهنة والمكرسين والمكرسات وإلى جميع المؤمنين في أبرشية البطريركية اللاتينية في الأردن وفلسطين، دعا فيها إلى تخصيص القداديس والصلوات من أجل الشعب اللبناني وجمع الهبات وتقديمها له. وفي كنيسة مار شربل بعمان أقامت رعية الكنيسة قداس عيد التجلي الذي تم تقديمه لراحة أنفس الضحايا وعنية الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار. هذا وأعربت الكنائس المحلية عن تضامنها مع لبنان وشعبه في محنته الكبيرة، ورفع المؤمنون صلواتهم من أجل أرواح الضحايا وشفاء الجرحى واستقرار هذا البلد الجريح في ظل الأوقات العصيبة التي يمر بها. وتضامناً مع الأشقاء اللبنانيين، نفذ أهالي مدينة بيت لحم في فلسطين وقفة تضامنية في ساحة كنيسة المهد تخللتها إنارة شموع على نية بيروت الحزينة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. نفذت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم وقفة تضامنية مع الشعب اللبناني تحت عنوان من مهد المسيح إلى بيروت الجريحة والمنكوبة، وذلك في ساحة كنيسة المهد بحضور عدد من الوجهاء حاملين أعلام لبنان وفلسطين. تم خلال الوقفة إلقاء بعض الكلمات المؤازرة للشعب اللبناني الشقيق، وأضيئت الشموع في ساحة المهد ومغارة الميلاد. وبذلك السياق أقيمت وقفة تضامنية أخرى من مصر عناد وبالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية، وقفة عز وتضامن مع شعبنا وأهلنا في لبنان الشقيق لجميع الضحايا والجرحى
بعد الحادث الأليم الذي وقع في بيروت، وذهب ضحيته المئات من الضحايا الأبرياء، حيث تخللت الوقفة إنارة شموع علانية بيروت وبعض من الفعاليات وكلمات لأهلنا وإخواننا الشعب اللبناني. أنا اليوم بشارك في الوقفة التضامنية مع لبنان الشقيق ومع الشعب اللبناني إثر الفاجعة اللي تعرض لها لبنان واللي أدمت قلوبنا كفلسطينيين، وإحنا كشعب فلسطيني تربطنا علاقات تاريخية مع الشعب اللبناني، وإحنا بنتمنى أنه الكل يساعد لبنان للخروج من هذه المحنة ومعالجة آثار هذه الفاجعة التي تعرض لها لبنان، وإحنا كشعب فلسطيني جميعا بكل تركيبته الاجتماعية والسياسية نعرب عن يعني تضامننا الشديد مع الشعب اللبناني، وبنعتبر أنه اللي حصل يعني لازم يوحدنا كلنا كعرب وكفلسطينيين وكلبنانيين للخروج من هذه المحنة. إحنا اليوم واقفين بساحة المهد، مهد المسيح عليه السلام، لنرفع رسالة لنقول للعالم أجمع أننا شعب فلسطين شعب واحد مع شعبنا اللبناني، وإحنا واقفين معهم قلبا وقالبا مع شعبنا اللبناني، وبالتالي إحنا بنقول إنه اللي صار في لبنان هو كارثة إنسانية، وعلى الجميع أن يقف مع شعبنا اللبناني مع الحكومة اللبنانية ومع لبنان الأصيل. عملنا معا مع القوى الوطنية من أجل هذه الوقفة التضامنية مع أهلنا في لبنان، كما قال قداسة البابا لبنان أكبر من وطن وأكثر من رسالة، وهذه الوقفة ما هو تعبير إلا عن محبتنا وعرفاننا وتضامننا مع الشعب اللبناني بكافة شرائعه، وخصوصاً أن لبنان رسالة إنسانية حضارية في الشرق الأوسط في ظل هذه الأوضاع، ودائما لبنان وفلسطين توأمان لا ينفصلان. كانت فاجعة لنا فعلا، كارثة وجع للشعب اللبناني، خاصة للشعب اللبناني، شعبنا نحن أهلنا اللي تدمروا، ومثل ما قال البابا بولس الثاني أنه لبنان أكثر من لبنان هو بلد رسالة، وانا بفتي وبقول انه رح يرجع يوقف على اجري من 30 سنه لبنان هو يوقع، بس بفتكر هالمره وقعته صعبه، بس باذن الله من ارض المهد من المسيح من هون رح يقوم بعون الله يرجع يوقف على اجري ويرجع تعم السلام، ونحن سعي من عزي كل اهل الضحايا يلي وقعوا بالحال الجرحى، نتمنى لهم الشفاء العاجل، مفقودين يرجعوا لاهليهم، يعني كثير صعب، يعني أهلنا 30 ألف 300 ألف بالشارع مشردين لمأوى بالجوع، وبرضو بقولوا نحن صامدين رح نوقف رح تجي الأيام ونرجع نعمر لبنان مثل ما كانوا أحسن. للنرسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة المهد بيت لحم. ولا زلنا أعزائنا في بيت لحم، حيث ترأس المطران ثيوفليكتوس الوكيل البطريركي في مدينة بيت لحم خدمة صلاة المديح بحضور جمع محدود من أبناء وعائلات الرعية، وذلك في بستان كنيسة المهد للروم الأرثوذكس. عاون سيادته في الخدمة الأيكونومس سمور والأيكونومس عيسى ثلجية والأب جورج جقمان، حيث أحيت الصلاة جوقة كنيسة المهد للروم الأرثوذكس بقيادة لورنس سمور، كما أقيمت صلاة شكر لأمنا مريم العذراء شفيعة المسيحيين، وصلاة لأجل ضحايا تفجير بيروت، وأخرى لشعوب العالم أجمع لأن ينجيهم الله من وباء كورونا. وفي نهاية الصلوات قدم المطران ثيوفليكتوس الشكر لجموع الحاضرين من المؤمنين. طبعاً إحنا في كنيسة المهد مكان ولادة السيد المسيح، اليوم عملنا طبعاً المدائح العذراء مريم الذي لا يجلس فيه، وهذه المدائح هي تسبيحة إلى والدة الإله لحتى
تحفظ الناس، تحفظهم من الوباء في زمن الوباء الكورونا. وطبعا كمان الصلاة من أجل كل العالم، المتألمين المتضطهدين المتضايقين المتألمين المسجونين، طبعا لكل الناس اللي عايشين في الأسر، اللي عايشين في بلا بيوت بلا منازل. هاي الصلاة خصوصا كمان لأهل لبنان خاصة بيروت. طبعا الصلاة نبعت من كنيسة إلى العالم أجمع، ونخص بالذكر مدينة بيروت. طبعا احنا بنصليهم فردا فردا، نرفع أدعيتنا إلى الرب الإله في هذا اليوم المبارك لحتى يبعد عنهم كل شر، يحميهم يشفيهم، وفي المستشفيات والمشافي طبعا يعيشوا في ظل الرب الإله العلي القدير. طبعا أدعيتنا من مدينة بيت لحم من كنيسة المهد خاصة إلى كل العالم، نوجهها رسالة كلمة المسيح يسوع المسيح وجه هاي الرسالة لما ولد، هي رسالة المحبة، رسالة السلام للعالم أجمع. طبعا احنا اليوم نوجهها لكل العالم، وشكرا لكم. من عمان سلام لبيروت، كانت مدار حلقة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك. جرى فيها استضافة كل من معالي الدكتور ممدوح العبادي نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، والمونسنيور غازي الخوري كاهن الرعية المارونية في عمان، حيث تناول الضيفان ما حل بلبنان من مأساة كبيرة ناتجة عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة عشرات الضحايا وألاف المصابين والمشردين، فضلا عن أضرار فادحة لحقت بمختلف القطاعات. كما حي الضيفان وقوف الأردني قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الأشقاء المنكوبين، إضافة إلى تناولهم العديد من الموضوعات الهامة وأبرزها الوئام والعيش المشترك بين أبناء الشعب الأردني الواحد. بداية أنا أقول يعني كل التعازي وأحر التعازي لأشقائنا في لبنان صغيرهم وكبيرهم، لكل الذين عانوا من هذه المأساة الجلل التي حدثت في لبنان. وأنا زي ما حكى معزبنا الأب إنه لبنان طول عمرها زي طائر الفينيق، ستصحو إن شاء الله وستعض على الجرح وتبني وتعمر وتعود لألقها الذي نحن في الأردن تربينا على ثقافة لبنان وعلى فكر لبنان وعلى حرية لبنان. كنا نقرأ جرائدهم، كنا نسمع إذاعاتهم، كنا كعرب نذهب إلى لبنان سواء كنا مطاردين سياسيين، كانت تفتح أبوابها لكل المشرق العربي وكانت هي الدرة، ونتمنى أن تعود كما كانت أولا إن شاء الله. يعني العلاقة اللي حكى عنها، ويعني حتى القومية العربية ما قرأناها على أيدي قسطنطين زريق، يعني وإحنا أولاد صغار بالمدرسة علمونا العروبة والقومية. جبل لبنان المسيح الذي حافظ على اللغة العربية، الذي حافظ تراث اللغة العربية، المفكرين الذي حمل اللغة العربية، والذي جبل لبنان الذي أرسل إلى مصر تقلى وما تقلى اللي بنوا جريدة الأهرام قبل 100 سنة. هؤلاء الناس، هؤلاء الذين قادونا إلى العروبة، قادونا إلى التحرر، قادونا إلى الوطنية، علمونا الفكر الثقافي. ومثل ما قالوا أن مصر تكتب والعراق تقرأ، لكن الأساس لبنان تطبع وهي التي توزع، هي ملتقى الأحرار العرب. ولذلك نحن نقول بأن 100 عام بالنسبة للأردن هي صنوان مع بلد زي لبنان بالفكر، بالتسامح، في استيعاب الآخرين. لبنان طول عمرها مستوعب الأمة العربية طول عمرها، ونحن كنا لما نذهب إلى لبنان نأخذ مساحة من الحرية. لبنان نحن جميعا بحاجته، لبنان يحتاج لبنان ونحن نحتاج لبنان في هذا. ماذا تقول في موقف كهذا وجلالة الملك يرسل مستشفى ميدانيا متقدما على جناح السرعة؟ بدي أنا أقول أنه ما تفاجأت، لأنه إذا نستعرض العلاقة بين لبنان الكبير والمملكة الأردنية الهاشمية ما منستغرب لهالتصرف. هذا تصرف نابع عن التاريخ،
نابع من التربية، نابع من الأصالة. دائما العائلة اللي فيها تربية أصيلة، اللي فيها تاريخ، العائلة المنفتحة ما بيستغرب تصرفها اللي متجسد بجلالة الملك عبد الله. العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وبالأخص البطريركية المارونية علاقة تاريخية استراتيجية وجدانية، لأنه اثنيناتهم كانوا عايشين الاستقلال الداخلي في بواطنهم، في داخلهم، وهالاستقلال والحرية بداخلهم بتخليهم يوصلوا انه ما يتركوا بعضهم. فيني اقول يعني هيك بين هلالين، يعني كالزواج الماروني يعني. بدي اقول انه العائلة الهاشمية اللي كانت حاكمة الحجاز وبعدين اجت على الاردن هي عائلة فيها انسانية، فيها ثقافة، فيها انفتاح. والبطريركية المارونية اللي هي موجودة بقلب جبل لبنان، اللي كان عنده الحكم الذاتي وكان بيطمح انه يعطي للإنسان، يعطي الثقافة. أبناء الجبل اللبناني كانوا يفتشوا على مصر، يفتشوا على لبنان حيث هناك فصحى من الحرية، مشان كان هيك قوايا بالصحافة، كانوا قوايا بالفكر وبالكتابة. اثنيناتهم قادوا التحرر العربي، الجيش العربي، حتى يتخلصوا. مش شيء اسمه إنسان تركي أو عثماني، لحتى يتخلصوا من العبودية وياخذوا حريتهم. التقوا اثنيناتهم بهالمجال، الطلب للحرية. مشان هيك أسسوا الفكر العربي، أسسوا الحرية العربية منذ أن قادوا مع بعضهم حملة التحرر. أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن الحكومة الأردنية ستبدأ بتفعيل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 اعتباراً من يوم السبت 15 من الشهر الجاري، وبموجب ذلك يلزم أصحاب المنشآت والأفراد بأقصى درجات الحيطة والحذر بارتداء الكمامات والالتزام بسبل الوقاية والسلامة العامة. وشدد أمر الدفاع على فرض عقوبات وإغلاقات وغرامات مالية على المخالفين من الأفراد والمنشآت، مبيناً أن الحكومة منحت مؤسسات القطاعين العام والخاص مهلة قبل تفعيل أمر الدفاع لتتمكن من توفير متطلبات الوقاية الصحية من معقمات وكمامات والتزام بالتباعد الجسدي ومنع تجمع أكثر من 20 شخصاً. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية تصدر بياناً حول مأساة بيروت. قداديس إلهية في الكنائس الأردنية علنية لبنان. الجالية اللبنانية تثمن للأردن وقوفه إلى جانب لبنان في محنته. من عمان سلام لبيروت كانت مدار حلقة من برنامج عين على المشرق. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.